انه الدولة يعني تخلصت من العقد السياسية التقليدية المعتادة، اللي هو ايه، كان زمان تحس ناس عندها بطحة فيقول لك انه الاحزاب بتطلع الناس للانتخابات والمجتمع المدني بيطلع الناس للانتخابات. انا عايز اقول لك ان بالقانون لابد ان يخرج المواطنون للانتخابات ولو اجبارا، لانه القانون اللي بيقول ان اللي مش هيصوت هيتغرم، فاذا عدم التصويت جريمة. فلما بتيجي الدولة بمكوناتها بقى وبمؤسساتها تعمل تحفيز لإخراج المواطنين عشان يصوتوا، فهذا دور أصيل من أدوار الدولة. فما حدش يجي يقول لك أنت بتحشدوا الناس وبتطلعوا الناس وبتخرجوا الناس، لا، ده الدور الطبيعي. دي عملية الناس فعلا ما تعرفش يعني إيه مشهد انتخابي في الخارج. أنا حضرت الانتخابات الأمريكية بالتحديد في سنة من السنوات ما كان سابقة على الانتخابات الأمريكية، وتعمدت أن أنا جزء من الوجود بتاعي أن أنا أشوف المكاتب بتاعة المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين، وتشوف إزاي عندهم المتطوعين اللي بينزلوا في الشوارع وبيروحوا المقاطعات ويقعدوا مع الناس ويقنعوهم مش بس بالذهاب للصندوق. في مشهد ده مشهد في الانتخابات الإسرائيلية، نتنياهو لما كان بيدخل على الناس بيوتهم بالميكروفون عشان يخرجوا يصوتوا. الأهم من ده إيه بقى؟ أنه أنا قبل هذه الانتخابات كانت هناك بيانات متتالية من كل الأحزاب المصرية ومن كل الجامعات الأهلية ومن كل التجمعات لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح. إذن بداية كده أنا عندي ملايين المصريين اللي طلبوا بالترشح. طيب هيطلبوا بالترشح وهيصوتوا ليه؟ عندي الأحزاب، عندي مستقبل الوطن وعندي حماة الوطن